مربى توتو العليق بعشر دقائق بس كيتو دايت ونكهة باختراع جديد كثير طيبة وشهية والريحة غير، جربوها وصحتين وألف. أنا عندي برومبيرن توتو العليق، سكر إريثريتول أنا راح أحط ربع كوب هو اختياري، أحركه مع بعض شوي. طبعا السكر اختياري حسب الرغبة، يعني بدكم أحلى حطوا أكثر، بدكم أقل حطوا أقل. وهذا يمشي حاله التوت، هذا توت العليق يمشي حاله مفرز جامد ويمشي حاله فريش طازة. هلا أشغل النار على نار متوسطة وبدي أخليه لحتى يفور ويغلي تقريبا مدوش 10 دقائق. بعد شي 7 دقائق هيك صار. هلا بدي أضيف عصير الليمون وأحرك وأخليه شي دقيقتين بس. والنكهة الجديدة اليوم هي اليانسون النجمي، جربوا هاي النكهة الجديدة وصحتين وألف هنا.